يعني ايه passive وليه بنستخدمه. لو انت طالب في ثانوية عامة ولسه بتتلخبط وما بتعرفش تخلي الجملة مبنية للمجهول، تعال اقولك ايه هو passive voice. ببساطة هو طريقة مختلفة للتعبير عن الجملة بنركز فيها على الفعل او الحدث اكتر من الشخص اللي عمل الفعل. فمثلا بدل ما نقول the chef cooked the meal، ممكن نقول the meal was cooked by the chef. فهنا الوجبة اتعملت عن طريق الشيف. طب ليه اللخبطة والجري ورا الفاعل في آخر الجملة؟ ما هي كانت كويسة في الأول. بص، احنا بنستخدم الباسيف لما يكون الشخص اللي قام بالفعل مش مهم أو غير معروف، أو لما نحب نركز على النتيجة نفسها مش الفاعل اللي عمل الفعل، زي لما نقول this meal was cooked by the chef. هنا مش مهم مين اللي طبخ الوجبة، لا، المهم هنا إنها اتحضرت وغالبا هتكون حلوة. علشان تكون الجملة باسيف محتاج دايما إنك بتستخدم فعل مساعد، وبيكون الفعل المساعد دوت verb to be. لو في present بيكون am أو is أو are، ولو في past بيكون was أو were حسب الجملة present ولا past، وبيجي بعدهم PP اللي هو past participle. مثلا the letter is written، the homework was finished. جرب تبني جملة passive بنفسك واكتبها في التعليقات. أنا مستر أحمد فايد مدرس اللغة الإنجليزية، اعمل لي فولو واستنى الفيديو الجاي.